كده انتقلنا للكابتن ايهاب جلال. تمام. وكابتن ايهاب جلال من ساعه ما تولى الاداره الفنيه للمنتخبنا الوطني الى بعد وبعد كام يوم تمت اقالته، وللاسف الشديد انتوا رحمه الله عليه اولا رحمة الله واخيرا، عليه. انتوا اقلتوه اول ما الطياره طارت من مصر رايحه على كوريا. كان شيء غريب جدا، هل انت مش قادر تطلع القرار بعد ما يرجع من كوريا؟ طب يرجع من كوريا يلعب الماتش الودي وبعد كده قيله. تمام. لكن ان انت تستنى الطياره تطلع وتروح منزل لكل وسائل الاعلام خبر اقاله اياب جلال، طب هو بمناسبه ايه يقعد مع اللعيبه يتكلم معاها في كوريا؟ يعني يقول لهم ايه؟ العبوا ازاي؟ يعملوا ازاي؟ سووا ازاي؟ تمام. خلينا برضو زي ما انت قلت في الاول، يعني رحمه الله على الكابتن ايهاب جلال، واحد من انبل الرجال اللي الواحد عملهم في حياته. كابتن ايهاب جلال انا علاقتي بيه بتمتد من ايام ما كان بيمرن كفر الشيخ والحمام في الدرجه الثانيه. من ايام ما كان في الحمام وكفر الشيخ في البدايات، كنت دايما اراهن واقول واحد من افضل المدربين والمديرين الفنيين اللي هيكونوا في الكره المصريه. عشان كده كنت من اسعد الناس لما تولى كابتن ايهاب جلال قياده المنتخب المصري، وكنت بتمنى، وهو عارف هذا الكلام رحمه الله عليه، وموجود الكابتن حمد وموجود الكابتن حسام والمجموعه بالكامل، كابتن عصام الحضري كان موجود، كان جهاز كلنا متوسمين فيه ان شاء الله ان هو يعيد هيبه المدرب المصري اللي عمله كابتن حسن شحاته، اللي عمله كابتن الجوهر، اللي عمله كابتن شحته مع مايكل سميث في 86، الامور دي كلها. زي ما ديكي دايما تتفق مع مدير فني او بتاخد اي قرار، وانا قلتها قبل كده، لازم بيبقى عندك موجود الخطه واحد وبلان 2 وبلان 3 موجود معاك اكتر من حاجه، تبقى عامل كل الاحتمالات. ما ينفعش تشتغل على بلان واحده اطلاقا. تمام. وده اللي احنا دايما بنشتغل عليه. الهزه اللي حصلت في النتائج وخصوصا مباراه اثيوبيا، وانت عارف الوضع بيبقى عامل ازاي، كانت هزه عنيفه في نتيجه المنتخب. انت لسه قايل من شويه في بدايه كلامنا على الكروش، احنا بنقيم التجربه في النهايه، مش بنقيمها بالماتش. انا معاك. تمام. مش عاوز اتكلم في امور تانية اللي وصل برضو، ان يعني في جوه المنتخب انا يعني الملف الدنيا مش مظبوطه، مش مظبوطه يعني. انا مش عاوز اتكلم في امر فضل ان كابتن ايهاب ليه مكانه كبيره عندي، مش هتكلم على كابتن ايهاب خالص يعني، الامور مش مظبوطه. حتى طلب من الكابتن محمد بركات في ذلك الوقت التواجد في المعسكرات، وان هو يبقى موجود عشان حاله من هو مش قادر يسيطر على الفرقه. لا، ما اقدرش اقول مش قادر يسيطر، مش عاوز يعني اقول، ممكن ايه زي ما بيحصل دلوقتي في الانديه، ممكن لاعب يتذمر، ممكن لاعب مش عارف ايه، مش عاوزين الامور تصل لاكثر من ذلك. فكانت من بركات انه يدخل، الامور من كلها كانت ريحه في الطريق. انا معاك ان ممكن الاعلان اقاله الكابتن ايهاب زي ما انت بتقوله على الطياره ده خطا كبير جدا. تمام. لكن يعني مش عاوز اقول، احنا كمجلس ما اعلناش ان الكابتن ايهاب جلال يقال. ممكن تصريح الاستاذ جمال على بتلقائيه او بعفويه في بعض وسائل الاعلام اتخذ منه ان هو اقاله الكابتن ايهاب جلال، حتى احنا قلنا ساعتها لا ده 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 خبر رسمي نزل، ما كانش خبر في صفحه الاتحاد اطلاقا. ماليش دعوه بصفحه الاتحاد ولا بره. ده كان، لا ده كان مداخله مع الاستاذ جمال علام. أيوة. في احد وسائل الاعلام. خلاص احنا مشينا ايهاب جلال. ما انا بقول لحضرتك اتقلب بالنص كده، احنا مشينا ايهاب جلال. طب ده ايهاب جلال لسه الطياره طالعه من مطار القاهره. انا معاك في ديت، من الامور اللي اديرت يعني، مش هقول لك من يومها. انا بقول لك من يومها، وبمعلوم ايهاب جلال ما ينفعش من يومها. انا بص، انا الملف ده بالذات يعني، لان اللي يعني انت عارف، لو الكابتن ايهاب جلال حي يرزق بينا كنت اتكلم، وكنت الكابتن ايهاب جلال يدخل في مداخله، ان انا بقول لك مكانته كبيره عندي جدا جدا. لكن اللي انا املكه دلوقتي، اللي انا اطرحه مع كابتن ايهاب جلال، واذا كان ظلم مننا فيعني فكلنا نطلب الرحمه. طيب.